أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أقوال الصحف، نستعرض فيها أبرز ما جاءت به الصحف العربية والعالمية من قضايا وموضوعات، حيث طغت أنباء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان على معظم عناوين الصحف. البداية من صحيفة نيويورك تايمز والتي كتبت تحت عنوان مستقبل غامض، بينما يترنح لبنان تحت وطأة الهجمات يبدو المستقبل غامضا بالنسبة لحزب الله. مساحات شاسعة من جنوب لبنان تحولت إلى أنقاض مشتعلة، وأصبحت الطرق السريعة مزدحمة بآلاف الفارين من مع احتمال اندلاع حرب أكبر بين إسرائيل وحزب الله. وبينما كانت البلدات والقرى تستعد للجنازات، كان لبنان قد بدأ للتو في التعامل مع تداعيات أكثر أيامها دموية منذ عقود. وعن ضعف مواقف الأمم المتحدة حيال ما يجري في لبنان، نطالع من صحيفة الجاردين البريطانية في اجتماعها على خلفية القصف الإسرائيلي للبنان: هل أصبحت الأمم المتحدة ضعيفة إلى الحد الذي لا يمكن إصلاحها؟ المؤيدون يقولون إن وساطة الأمم المتحدة منعت حدوث نتائج أسوأ، لكن مجلس الأمن الدولي عالق في حلقة مفرغة. ورغم أن الأمم المتحدة تظل واحدة من أهم المنظمات الإنسانية على وجه الأرض وتشرف على جهود الإغاثة للاجئين وضحايا الكوارث، فإن الهيئة الأمنية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة تبدو عاجزة عن التدخل في بعض أكثر الصراعات ضراوة في العالم. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت تهديدات إسرائيل لحزب الله وقالت: لم تنجح الضربات التي وجهت لترسانة حزب الله الصاروخية التي تم توجيهها إليها في دفع نصر الله إلى وقف هجماته، إلا أن إسرائيل لديها خطوات أخرى يمكن اتخاذها لزيادة الضغط، فقد تنفذ ضربات مكثفة على معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بل وقد تبدأ حتى في استهداف البنية الأساسية للدولة اللبنانية في محاولة لإجبار جارتها الشمالية على منع الهجمات من أراضيها. وكشفت الصحيفة عن أنه حال عدم تراجع نصر الله، فقد تصدر إسرائيل أمرا بشن عملية برية من نوع ما، مشيرة إلى أنها قطعت شوطا طويلا في إعداد الأرض للغزو. وفي السياق ذاته نطالع من صحيفة اللواء اللبنانية تحت عنوان بين مد وجزر، ليس بوسع الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين فعل شيء، فلم يعد قادرا على لجم التصعيد الإسرائيلي، بدليل أنه بعد لقائه المطول مع نتنياهو جاء تفجير أجهزة الاتصالات. وعلى هذه الخلفية، فماذا سيفعل اليوم إذا قامت إسرائيل بأي اجتياح؟ يبقى الوضع بين مد وجزر إلى حين الوصول إلى تسوية شاملة، وهذا سيطول إلى حين انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، وبالتالي يمكن وصف الحرب الحالية بأنها طويلة الأمد، لن تنفع معها أي مفاوضات في مثل هذه الأجواء. ومتابعة تنضم إلينا من بيروت كارولين عكوم الكاتبة الصحفية. سيدة كارولين، بعد التحية، يعني كيف تبدو الأوضاع لديك حتى هذه اللحظات وهذه الحرب المستعرة من قبل إسرائيل باتجاه لبنان؟ يعني للأسف يوم بعد يوم نجد تصعيدا كبيرا في المواجهات وفي العدوان الإسرائيلي على لبنان. يعني اليوم، يوم أمس، شهدنا بعض التراجع المحدود في الهجمات الإسرائيلية مقارنة مع يوم الاثنين. اليوم منذ الليل يعني اللبنانيون لم يناموا في هذه الليلة. القصف كان عنيفا جدا، هو استهدف مناطق عدة، واليوم أيضا
استفقنا على قصف، يعني استهدف مناطق هي للمرة الأولى، مناطق في جبل لبنان الشمالي، مناطق في جبل لبنان الجنوبي، وما أدى إلى سقوط شهداء. الواضح أن إسرائيل هي تستهدف مراكز ومواقع هي تابعة لحزب الله حتى في المناطق الخارجة عن السيطرة الكاملة للحزب. يعني اليوم المناطق التي استهدفت في جبل لبنان الشمالي وما جبل لبنان الجنوبي هي مناطق تعتبر خارج سيطرة حزب الله، لكن هناك بعض المواقع التي يتواجد فيها حزب الله فتم استهدافها. يعني يبدو واضح أن هناك قرار باستهداف حزب الله أينما كان في مختلف المناطق. المشكلة اليوم كل المناطق اللبنانية لم تعد آمنة، يعني المنطقة جون في جبل لبنان التي استهدفت اليوم ويقال أنها استهدفت شخصيات في حزب الله هي منطقة في جبل لبنان لجأ إليها النازحون وهناك شهداء يبدو من النازحين. المشكلة أن هذا القصف وهذا العدوان في تزايد، في تصعيد مستمر يوم بعد يوم. يعني أبرز وأهم تداعيات هذا القصف وهذه الحرب وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالينا في لبنان الحبيبة. نعم سيدة كارولين، كنت أتحدث عن تداعيات هذا العدوان وهذا القصف فيما يتعلق بالجوانب والنواحي الإنسانية على الأرض في لبنان. المشكلة مشكلة، يعني نحن منذ العام 2019 دخلنا في أزمة اقتصادية اجتماعية، الدولة مهترئة، يعني كل مؤسسات الدولة مهترئة، ومنذ 11 شهر دخلنا في حرب، كانت الحرب محدودة في الجنوب اقتصرت على أهل الجنوب. اليوم بدأت الحرب شبه شاملة، يعني هي تستهدف كل اللبنانيين. النازحون من الجنوب ومن البقاع بدأوا ينزحون إلى مناطق بين هلالين تعتبر آمنة. أما المشكلة ليس هناك مقومات للصمود، يعني في لبنان ليس هناك مقومات للصمود. المستشفيات كانت قد أعدت خطة للحرب، هي يبدو واضحة، يعني بدأنا نسمع الأصوات التي تقول قد لا نستطيع الاستمرار إذا استمرت الحرب أكبر من ذلك. المشكلة يعني على كل الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمعنوية الاستشفائية الصحية، يعني أتت هذه الحرب في عز الأزمة. يعني صحيح. لبنان لم يستفيق بعد من الأزمات المتلاحقة التي أتت التي عاشها، واليوم أتت إلى هذه الحرب في ظل انعدام مقومات الدولة. صحيح. سيدة كارولين، فيما يتعلق بجولات الموفد الأمريكي، يعني ما أهمية هذه الجولات أو هذه الزيارات إلى المنطقة إن لم يكن هناك ضغطا حقيقيا وملموسا على إسرائيل لتقويضها في هذه الممارسات الوحشية والقمعية ليس فقط في لبنان وإنما في غزة وفي الضفة الغربية واتساع دائرة الصراع والحرب في أكثر من منطقة وأكثر من نقطة؟ نعلم أن إسرائيل هي الابن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل ازدواجية المعايير والكيل بأكثر من مكيال، ما هو السبيل مع وجود هذا الدعم والمساندة الأمريكية لهذا الكيان الصهيوني؟ يعني لا شك نحن نعلم أن القرار الأساسي هو لأمريكا، للولايات المتحدة الأمريكية التي لم تمارس هذا الضغط المطلوب منها حتى الآن لإسرائيل لوقف العدوان على غزة أولا، لأننا جميعا بدنا نعرف أن قرار حزب الله هو بربط جبهة لبنان مع جبهة غزة، وبالتالي المطلوب اليوم وقف غزة ومن ثم وقف العدوان على لبنان، خاصة أن حزب الله يعني قرر منفردا بالخوض بهذه الحرب التي اسمها حرب الاسناد. اعتقد ان حزب الله لم يكن يدرك الى مدى الى مدى ستمتد هذه الحرب والى نتائج هذه الحرب. اليوم بتنا بحرب واسعه تشمل غزة ولبنان، ولكن القرار كما قلت منذ قليل، القرار لا شك أنه هو القرار الأمريكي هو الأساس. عندما يتخذ قرار أمريكي بوقف الحرب وبالضغط بشكل أساسي على إسرائيل، أعتقد أن هذه الحرب ستتوقف. لكن شئنا أم أبينا، أمريكا أيضا مستفيدة من هذه الحرب في كل الضربات التي تقوم بها إسرائيل، لا سيما في الضربات الأخيرة التي استهدفت قياديين من قوة الرضوان، ومعظم هؤلاء القياديين كانوا يعني مطلوبين من قبل أمريكا. أمريكا اليوم تقول لا نريد حرب موسعة، انما هي ليست واضحا ان ليست ضد الضربات النوعيه التي تقوم بها اسرائيل. صحيح. شكرا جزيلا الشكر سيده كارولين عكوم الباحثه السياسيه على هذه المداخله والمشاركه معنا من العاصمه اللبنانيه بيروت. ومشاهدينا الكرام، نتابع جولتنا من الصحف العربيه ولكن بعد هذا الفاصل.
إلى الملف العربي، ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عقد حكم قضائي قد عقد المشهد السياسي في ليبيا والجهود المبذولة لحل أزمة مصرفها المركزي قد عقدها بشكل كبير. وجاء ذلك بعد أن أنهى وفد عسكري أمريكي سلسلة محادثات ركزت على حماية النفط وملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. في المقابل أعلن مقربون من المجلس الرئاسي عن وجود اتفاق على تشكيل إدارة مؤقتة جديدة للمصرف بعيدا عن الأشخاص محل الخلاف، لكن لم ترد تأكيدات من مجلس النواب والدولة قبل ساعات من عقد جلسة مفاوضات بشأن تلك الأزمة. صحيفة الغد الأردنية كتبت عن إدماج اللاجئين السوريين في المجتمع الدولي، وقالت ما يزال المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حلول شبه نهائية لوضع اللاجئين السوريين في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع الإنسانية سوءا. يتخلى المجتمع الدولي عن أغلب واجباته الإنسانية في تقديم الدعم للاجئين وإلى الدول المضيفة، وخاصة الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية. ففي ظل هذا التراجع في تقديم المساعدات والأزمات الاقتصادية، يبرز موضوع وضع اللاجئين شبه نهائي وخيارات العودة، ولكن دون إيجاد حل لتلك المشكلة. ومن صحيفة الواء اللبنانية نطالع منها، أصيبت سفينة تزويد وقود تابعة للبحرية الأمريكية بأضرار أثناء عملها في منطقة الشرق الأوسط في حادث لا يزال قيد التحقيق. ووفقا لمسؤول في البحرية، فقد تضررت السفينة بيج هورن بعد أن أعلنت وأعادت تزويد السفن البحرية العاملة في المنطقة بالوقود والإمداد، بما في ذلك حاملة الطائرات إبرام لانكلن والعديد من المدمرات الموجهة بالصواريخ. وإلى الصحف العالمية، ونطالع من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان نقطة تحول، حذر بايدن من أن العالم يواجه نقطة تحول وسط الاضطرابات العالمية في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة. الرئيس تناول الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان مستفيدا من مسيرته المهنية الطويلة لتأكيد على أن التقدم ممكن. بالنسبة لبايدن كان الخطاب بمثابة وداع من نوع ما، وجاء في وقت من عدم اليقين الكبير بشأن الدور المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية في العالم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد 6 أسابيع. ومن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نطالع منها، الجدل حول القيود المفروضة على الأسلحة في أوكرانيا يفرق بين الحلفاء والإدارة الأمريكية، انقسام بين إدارة بايدن والكونغرس وإرباك شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا. لقد أدى فرض القيود على استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية لشن ضربات أعمق على الأراضي الروسية إلى تفاقم الانقسام المتزايد بين الحلفاء، حيث تشعر كييف بالغضب نتيجة انتكاسة في إبطاء هجوم روسيا في جميع أنحاء البلاد، بينما يفكر أكبر داعم لها في إمكانية رد فعل موسكو. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة السريعة في بلاط صاحبة الجلالة، وأهم وأبرز العناوين والمقالات والتحليلات المختلفة من الصحف العربية والدولية. تقبلوا تحياتي وإلى لقاء جديد.